الإسعاف الإسرائيلي أعلن تعامله مع عدة إصابات في منطقة رمات جان إحدى ضواحي تل أبيب. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تتحدث الآن عن 4 إصابات، بينها واحدة خطيرة في الرشقة الصاروخية الأخيرة الموجهة باتجاه تل أبيب ومحيطها. والجيش الإسرائيلي يعلن في هذه الأثناء اعتراضه مسيرة دخلت أجواء مدينة حيفا وتم إسقاطها، بالإشارة إلى ما حدث أيضا قبل قليل، فإن سيدة عربية قتلت جراء إطلاق رشقة صاروخية صوب مدينة إشفا عمر. إحدى هذه الصواريخ أو أحد هذه الصواريخ أصاب مبنى مكون من 4 طوابق، أدى لمقتل سيدة وإصابة 30 آخرين، بينهم مصابان بحالة خطيرة. وقبل ذلك جرى توجيه رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الغربي، قدرت هذه الرشقة ب40 صاروخا، وقد جرى الإعلان عن إطلاق أكثر من 160 صاروخا منذ الليلة الماضية من لبنان باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، وتحديدا في الجليل والجليل الغربي، وكذلك المستوطنات الحدودية وعلى رأسها مستوطنة نعم. كريات شمونة. وقد دوت صافرات الإنذار في حيفا وخليجها الكريوت وكذلك عكا وفي الجليل وفي أصبع الجليل وفي الجليل الغربي وكذلك في المستوطنات المحيطة. طيب. نذكر بأن نعم. الحصيلة الأولية هي 4 إصابات في الصاروخ الذي أطلق باتجاه تل أبيب، بين الإصابات إصابة خطيرة، وجرى الإعلان أيضا عن اعتراض مسيرة تسللت نحو حيفا وخليجها. في منطقة رمات جان أيضا الشظايا الصاروخ الاعتراضي أدت لاحتراق مركبة في المكان، لا يوجد كان أي شخص بداخلها، وكان هناك أيضا إصابة لمبنى تجاري جراء الصاروخ الذي أطلق من لبنان والصواريخ الاعتراضية التي أطلقت عليه. الحصيلة الأولية تتحدث عن 4 إصابات ولم تحدد طبيعة طيب. هذه صالح أرجو الإصابات أن تبقى معنا، حتى فقط هذه نشير إلى اللحظة. أن وردتنا والقناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن أن نعم. الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في منطقة بني براك شرق تل أبيب، والجيش أفاد بأنه رصد إطلاق أكثر من 170 صاروخا في هذا اليوم.